عزم مصري راسخ على دعم التكامل بين دول ومؤسسات القارة الأفريقية وتنميتها من خلال التعاون الدائم والمستمر مع شركاء التنمية. وفي هذا الإطار تأتي استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية كدليل على مدى الاهتمام الذي توليه القيادة المصرية بكل ما يخص القارة الإفريقية من تحديات. إن معطيات الواقع الاقتصادي تفرض ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاطلاع بدور أكبر في توفير التمويل اللازم للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة، مع تكثيف آليات استخدام مصادر الطاقة النظيفة وإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لذلك.